بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 65 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء المبارك. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذه الرسالة استعرضنا بعضا من أسئلتها في الحلقة الماضية. السائل الذي لم يذكر الاسم في رسالته أيضا يستفسر عن آية كريمة في هذه الرسالة في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها وكلوا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية من سورة الحج، وهي في سياق الهدي الذي يهديه الحاج والمعتمر إلى بيت الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم يذبحها في الحرم ويتصدق ويأكل منها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: والبدن، البدن الإبل، وقيل ويشمل البقر أيضا، فالبدن في الأصل هي الإبل. جعلناها لكم من شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، الشعيرة هي العلامة، والمراد هنا علامات طاعة الله سبحانه وتعالى. فجعل الله الإبل ونحرها من علامات طاعة الله، فالذي ينحر الإبل في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من علامات طاعته لله وتقرب إلى الله عز وجل. من شعائر الله لكم فيها خير، فالإبل فيها خير كثير يتقرب بنحرها إلى الله عز وجل، وهذا عبادة عظيمة، وينتفع بلحومها بالأكل والتصدق والإطعام، وهذه منافع عظيمة، ويحمل عليها: تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وهذه منفعة عظيمة، وينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها من نسيج، قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالإبل وبهيمة الأنعام عموما فيها خيرات كثيرة للعباد. ثم قال جل وعلا: فاذكروا اسم الله، أي سموا عند ذبحها، قولوا بسم الله والله أكبر عند ذبحها. صواف يعني قائمة معقولة يدها اليسرى عند الذبح، فالإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، لأن ذلك أيسر في الذبح وأسرع في الإجهاز وأسرع في خروج الدم من أوداجها، فتنحر وهي قائمة، بخلاف البقر والغنم فإنها تفجع على الأرض وتذبح. ثم قال جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، الوجوب معناه السقوط، فإذا نحرت قائمة وسقطت على الأرض فإنها تكون قد ماتت وزهقت روحها، فحينئذ يحل أكلها. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت ميتة على الأرض فكلوا منها، وهذا الأمر للاستحباب، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو السائل، والمعتر هو الذي يتعرض ولا يسأل. وفي الآية التي قبلها: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيستحبوا أن يأكل من الهدي وأن يتصدق منه وأن يهدي منه أفلاسا، يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه مثل الأضحية. نعم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نعم، هذا تعقيب في آخر الآية في بيان نعمته سبحانه وتعالى، أنه سخر هذه البدن فجعلها مذللة لمصالح بني آدم
يتصرفون فيها مع أنها أقوى منهم وأكبر منهم خلقة، ولكن الله من لها لهم لمصالحهم فتنقاد لحوائجهم، يحملون عليها ويركبونها ويذبحونها ويأكلون من لحومها، فالله سبحانه وتعالى من لها لهم. كذلك سخرناها لكم أي لأجل مصلحتكم لعلكم تشكرون الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم رسالة وصلت السائلة في البرنامج، تقول لفضيلة الشيخ بأنها فتاة تبلغ من العمر ما يقارب من 20، وسبق أن أفطرت في أشهر عديدة من رمضان لعذر شرعي، ولم تقضي هذه الأيام تهاونا وكسلا منها في ذلك، فما الواجب عليها الآن؟ وهل يصاحب هذا الإفطار كفارة؟ أفيدونا بذلك. الواجب عليها الآن أن تبادر بالقضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، ولو تعددت الرمضانات تحصيها وتقضيها بالنية عن كل شهر تركت منه أياما فتصومها قضاء لأنها ما زالت باقية في ذمتها، وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم. أم عبد الرحمن تسأل عن الاستخارة، تقول هل الاستخارة تتوجب في الحج وفي العبادات، وهل هي مستحبة أيضا في الأمور الدنيا؟ الاستخارة إنما تكون في الأمور التي لا يدري الإنسان هل هي خير له أو أنها شر له، لا يدري، فإذا كان يتردد بين فعلها وتركها لأنه لا يدري هل هي من مصلحته أو من غير مصلحته، فإنه يعمل الاستخارة بأن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعد الركعتين فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أما الأمور التي هي مصلحة ظاهرة فلا تحتاج إلى استخارة، مثل الحج ومثل الصلاة والعبادات، هذه مصلحة ظاهرة لا شر فيها، لا تحتاج إلى استخارة. نعم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من السائل عن مكة المكرمة، يقول: ما تفسير الآية الكريمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: ولقد آتيناك، أي أنزلنا عليك، سبعا من المثاني، وهي سورة الفاتحة لأنها سبع آيات، والقرآن العظيم، فذكر الفاتحة وذكر القرآن العظيم وأنه كله منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وسميت الفاتحة بسبع المثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة، وقيل المراد بالسبع المثاني سبع الصور الطوال من أول القرآن، ولكن المشهور الأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الصائم له أن يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن لا إله إلا الله، وما الدليل؟ الاعتماد ليس على الأذان، الاعتماد على طلوع الفجر، وإنما الأذان قد يكون علامة على طلوع الفجر إذا كان المؤذن يتقيد بالتوقيت، فلا يؤذن إلا عند طلوع الفجر، فإذا علم أن هذا المؤذن متقيد بالتوقيت ولا يؤذن إلا عند طلوع الفجر فإنه يترك الأكل من أول ما يبدأ المؤذن ولا يصبر يأكل ويشرب حتى يفرغ، هذا غلط، لأن المؤذن إنما يشرع في الأذان عند طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب للصائم، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما إذا كان المؤذن يقدم الأذان على طلوع الفجر فإنه لا يمنع الأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. كان بلال يقدم الأذان لأجل تنبيه الناس على قرب الصيام، وكان ابن المكتوم يؤذن على طلوع الفجر لينبه الناس على الإمساك عن الأكل والشرب. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى
من أختكم أم حسن تستفسر أيضا عن آية كريمة في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. السؤال تقول ما المقصود في الآية بأصحاب اليمين ولماذا يرهنون بذنوبهم؟ نعم كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة، فكل نفس تحبس على عملها ولا ينجيها إلا العمل الصالح. إلا أصحاب اليمين وهم أهل الإيمان، أصحاب اليمين هم أهل الإيمان، يقابلهم أصحاب الشمال وهم أهل النار والعياذ بالله. وذلك مذكور في أول سورة الواقعة، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى مقربين وأصحاب يمين وأصحاب شمال، وذكر جزاء كل من هذه الأصناف الثلاثة، هذا في أول سورة الواقعة. أحسن الله إليكم. السائل أبو إبراهيم مصري يعمل في القصيم يقول كيف تكون مراقبة الله ومحاسبة النفس مع الأمثلة مأجورين؟ تكون مراقبة الله استحضار عظمته واطلاعه على عبده وتذكر الحساب والجزاء، هكذا تكون مراقبة الله، لأن لا يغفل عن الله جل وعلا، أن يكون دائما يكون الله دائما على باله، يخافه ويرجوه ويعلم أنه مطلع عليه وأنه سيجازيه بأعماله، فإذا كان كذلك فإنه يكف عن المعاصي والشرور ويلزم الطاعات وفعل الخيرات خوفا من الله ورجاء بثوابه واستحياء منه سبحانه وتعالى، فإنك لا تخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو مطلع عليك وينظر إليك، فيجب عليك أن تستحي من الله وأن تخجل من الله وأن تخاف الله عز وجل، فلا يراك على معصية أو على مخالفة، وإنما تكون دائما ملازما لطاعة الله، لا يراك إلا في طاعته سبحانه وتعالى، هذه مراقبة الله عز وجل. نعم. السائل إبراهيم أيضا له سؤال آخر عن حكم تقسيم كل من الزوجين للآخر، يقول فضيلة الشيخ ما حكمه؟ نعم، يباح أن يغسل الزوج زوجته إذا ماتت، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا الزوج لا يجوز أن يغسل المرأة حتى ولو كان أباها أو ابنها أو أي قريب لها، إنما تغسلها النساء، إلا الزوج فإنه يغسل زوجته، وكذلك العكس المرأة تغسل زوجها، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، هذا دليل على أن الزوج يغسل زوجته، وما عدا هذا فإن الرجال يغسلهم الرجال ولا يغسلهم النساء، ولو كانت بنته أو أخته أو أمه لا تغسله، وإنما يغسله الرجال، إلا الزوجة فإنها تغسل زوجها. نعم. حفظكم الله، هذه رسالة وصلت من الجزائر من المستمع الذي رمز اسمه بألف ألف جيم، يقول توفي صديق لي وله علي بعض النقود، فماذا أفعل لكي أبرر ذمتي؟ عليك أن تدفع النقود التي له عليك إلى ورثته، تدفعها إلى ورثته لأنها صارت لهم، مات الميت فانتقلت أملاكه إلى ورثته، ومنها المال الذي عندك له فتسلمه لورثته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من الرياض جيم ألف يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم جمع أكثر من ميت في قبر واحد، يجوز هذا عند الضرورة إذا كثر الأموات ويعجز الناس عن حفر قبر لكل ميت، فلا بأس أن يدفن الثلاثة وأكثر من ذلك في قبر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد لما كثر الشهداء وكان الصحابة يضعفون عن الحفر لكل ميت، أمر أن يجمع بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وذلك لأجل التيسير على الناس. أما إذا تيسر أن يدفن كل ميت في قبر مستقل فهذا أمر واجب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ يقول: سورة الأحزاب سورة عظيمة تضمنت عددا من الآداب الكريمة، لعلكم تذكروننا وتذكرون الإخوة ولقوات بعض منها. نعم، سورة الأحزاب سورة عظيمة، بيّن الله فيها أحكاما عظيمة، أبطل فيها التبني الذي كان موجودا في الجاهلية، وهو أن العتيق يكون ابنا لمعتقه كظلوة النسب، فالله أبطل هذا. قال سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وكذلك كانوا في الجاهلية يتبنون حتى غير العتقاء، كانوا يتبنون من شاءوا من الرجال، فيقول: هذا ابني أرثه ويرثني وهو أجنبي عنه. قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وبرهن على ذلك في أن الله أباح للنبي أن يتزوج زوجة مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فلو كان ابنا له ما تزوج زوجته، لأن الله حرم على الأب أن يتزوج زوجة الابن. فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة مولاه زيد بن حارثة دل على إبطال التبني. تضمنت هذه الآية ما للرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق على أمته، وأن حقه عليهم أن يقتدوا به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن حقه عليهم أن لا يتزوجوا نساءه من بعده لأنهن أمهات المؤمنين وهن زوجاته في الجنة، ومن حقه عليهم أن يصلوا عليه ويسلموا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحرم عليهم أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فحرم الله أذية الله جل وعلا، وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأذية المؤمنين. الله جل وعلا يتأذى بأعمال بني آدم ولكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى. بين الله في هذه السورة ما امتحن به المؤمنين يوم الأحزاب، والضائقة التي نزلت المسلمين من حصار العدو لهم في الخارج وخيانة اليهود في الداخل، وظهور نفاق المنافقين بين صفوف المسلمين في هذه الشدة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بينما قوى إيمان المؤمنين. هذه سورة عظيمة تضمنت أحداثا عظيمة وآدابا كريمة، فهي سورة عظيمة بحق. نعم، أحسن الله إليكم. هل صالح محمد من الإمارات يقول: لدي أسئلة عن النزاع حيث كثر في زماننا هذا، فما هي شروط النزاع ليكون مباحا يا شيخ؟ النزاع يكون مباحا إذا لم يكن فيه باطل وكذب، ولا يكون كثيرا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، اللهم صل وسلم، فكذلك يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمزاح اليسير الذي فيه ترويح النفوس والانبساط مع الأصدقاء والجلساء شيء طيب، لكن لا يكون فيه كذب ولا يكون كثيرا يلهي عن ذكر الله عز وجل ويسفه العقول. لا، يكون المزاح الثقيل الذي يقوم به البعض مع زملائه وهو عبارة عن مقالب تؤدي إلى الزعل، كأن يتصل الصديق على زوجة صديقه ويخبرها بأن زوجها تزوج عليها، هذا حرام لأنه أذى للمسلم على يده، وليس هذا من باب المزاح، هذا من باب الكذب.
ومن باب الإساءة إلى الناس ومن باب ترويع الناس فهو حرام. نعم. يقول أخيرا يا شيخ حفظكم الله وسدد خطاكم، ما رأيكم في كتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، وهل نسبته إليه صحيحة؟ ابن الجوزي إمام جليل ومكثر من المؤلفات، فألف في كل فن حتى في فن الهزل والنكت، فألف كتاب الحمقى والمغفلين وهو صحيحة نسبته إليه، وهذا الكتاب فيه شيء من الفوائد، إن الإنسان يطلع على تصرفات الحمقى والمغفلين فيكون على حذر منها ويتجنبها، وفيه ترويح للنفس أيضا، فالكتاب مفيد في موضوعه وليس فيه شيء من الإثم. نعم. هذا السائل من موريتانيا ألف ألف يسأل عن صحة حديث الشيخ، يقول إن استكتم تستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، ليس الحديث هكذا، الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، ومنه أخذ بعض الفقهاء أن الصائم لا يتسوك بعد الزوال، قال لأن السواك يذهب رائحة الصوم، ورائحة الصوم محبوبة إلى الله عز وجل، ولكن أولا هذا الحديث غير صحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك في كل وقت للصائم ولغيره، وقد روي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يستاك وهو صائم، ثم إن رائحة الصيام لا تذهب بالسواك لأنها تخرج من المعدة، والسواك إنما هو لتنظيف الأسنان فقط وإزالة الرائحة عن الأسنان والجفة، أما رائحة الصوم فإنها تخرج من المعدة عند خلوها من الطعام فلا يذهبها السواك، والله أعلم. أخيرا يسأل ويقول الشيخ، هل الدعوة إلى الله هي نفس الأمر المعروف والنهي عن المنكر أم أنهما أمران مختلفان؟ دعوة إلى الله أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله عامة يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل يسأل عن التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل فريضة، هل يكون الأفضلية فيه بأصابع اليد اليمنى أو اليدين معا؟ يجوز باليدين معا، والأفضل أن يكون بأصابع اليمنى، جواز جائز أن يسبح بالأصابع كلها، ويجوز أن والأفضل أن يقتصر على أصابع اليمنى، لأن اليمنى تستعمل للأشياء الطيبة واليسرى تستعمل لإزالة الأذى. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للمفتى. شكرا للشيخ على ما بين لنا، شكرا